سفر إشعياء هو السفر الإنجيلي الذي يقدم لنا المسيح في آلامه وأمجاده، فلا عجب أننا نتقابل مع المسيح باعتباره عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا، وهو أيضا كشاة تساق إلى الذبح وكنعجة صامتة أمام جزيها لم يفتح فاه. يقدم لنا المسيح باعتباره إله المجد ورب المجد وملك المجد. أدعوك أن ترافقنا في دراستنا في فاحصين الكتب في سفر إشعياء. اقتربوا أيها الأمم لتسمعوا، وأيها الشعوب أصغوا، لتسمع الأرض وملؤها المسكونة وكل نتائجه، لأن للرب سخطا على كل الأمم وحموا على كل جيشهم، قد حرمهم دفعهم إلى الذبح، فقتلاهم تطرح وجيفهم تصعد نتانتها، وتسيل الجبال بدمائهم، ويفنى كل جند السماوات، وتلتف السماوات كدرج، وكل جندها ينتثر كانتثار الورق من الكرمة والسقاط من التين، لأنه قد روي في السماوات سيف هوذا على آدوم ينزل، وعلى شعب حرمته للدينونة. للرب سيف قد امتلأ آدم، اطلى بشحم بدم خراف وتيوس، بشحم كلى كباش، لأن للرب ذبيحة في بصرة وذبحا عظيما في أرض أدوم، ويسقط البقر الوحشي معها والعجول مع الثيران، وتروى أرضهم من الدم وترابهم من الشحم يسمى، لأن للرب يوم انتقام، سنة جزاء من أجل دعوى صهيون، وتتحول أنهارها زفتا وترابها كبريتا، وتصير أرضها زفتا مشتعلا ليلا ونهارا لا تنطفئ، إلى الأبد يصعد دخانها، من دور إلى دور تخرب، إلى أبد الآبدين لا يكون من يكتاز فيها، ويرثها القوق والقنفذ والكركي والغراب يسكنان فيها، ويمد عليها خيط الخراب ومطمار الخلاء، أشرافها ليس هناك من يدعونه للملك، وكل رؤسائها يكونون عدما، ويطلع في قصورها الشوك، القريص والعوسج في حصونها، فتكون مسكنا للذئاب ودارا لبنات النعام، وتلاقي وحوش القفر بنات آوى، ومعز الوحش يدعو صاحبه، هناك يستقر الليل ويجد لنفسه محلا، هناك تحجر النكازة وتبيض وتفرخ وتربي تحت ظله، وهناك تجتمع الشواهين بعضها ببعض. فتشوا في سفر الرب واقرأوا، واحدة من هذه لا تفقد، لا يغادر شيء صاحبه، لأن فمه هو قد أمر وروحه هو جمعها، وهو قد ألقى لها قرعة ويده قسمتها لها بالخيط، إلى الأبد ترثها، إلى دور فدور تسكن فيها. الأصحاح 34 بيمثل لنا الضيق الشديد الذي سينزل بغضب من الرب، ولا سيما على ما يسمى أدوم. لكن يبدأ لنا هذا الأصحاح بفكرة من عدد 1 لعدد 4، وهي رسالة لكل الأرض لكل الأمم، ثم من عدد 5 لعدد 15 دينونة أدوم، ثم من عدد 16 لعدد 18 ضمان إتمام ما سبق الله ووعد به أو توعد به، يعني ما كان الله تكلم به من وعيد وقضاء الله يضمن أنه سيتم واحدة فواحدة. الجزء الأول بيتكلم عن رسالة لكل الأمم ودعوة الله لكل الأمم، لأن الله سيد كل الأمم، فهي تتكلم عن شمولية سيادة الله
ومن أحقية الله أن يسود على كل الأمم وأن يدين كل الأمم. لكن بدأ من عدد 5 بيتكلم عن حصرية القضاء على ما يسمى أدوم. وأدوم في الماضي نعرف أنه هو نسل عيسو الذي كان في قرابة لشعب الله، لكن كان في تمام العداوة لشعب الله، يعني كان في ضيق لشعب الله، كان يضايق شعب الله، كان يلاحق شعب الله. وتاريخ الشعب ده من زمان، من أيام يعقوب وعيسو، من أيام الهرادسة في العهد الجديد، نعرف أن أدوم دائمة المضايقة لشعب الله. لكن لما نقرأ في هذا النص نعرف أن أدوم يمثل روح ستنتاب شعوب كثيرة لكي ما تلتف حول هذا الشعب لتضايق هذا الشعب، لكن الرب سيقضي على هؤلاء الأعداء ممثلين في أدوم. لو قرينا لسفر دانيال الصح 11 نعرف أن عندما يأتي ملك الشمال ويضرب الأرض، لكن أدوم سينجى من يده لأن الله يذخر دينونة خاصة لأدوم. ممثلة هذه الدينونة في هذه الأقوال التي تبدأ بعدد 5، لأنه قد روى في السماوات سيفي، سيف الله سينتصر في السماوات، وده واضح جدا عندما تتم النصرة على الشيطان ويطرد من السماء. لكن لما ينزل الأرض ستبدأ الضربات الشديدة على الأرض، وستنصب في آخر موجات الضربات ضربات شديدة جدا على أدوم. وصفها الكتاب في هذا النص إن الأنهار تتحول إلى زفت، يعني لن تتوقف النيران عن الإيقاد، ستظل مشتعلة، علامة لكل من ينظر إليها أن الله لديه غضب على أدوم وعلى الشر عموما. نظرا لأن أدوم في ذاته لا يمثل قوة كبرى في العالم، فأعتقد أن المقصود بأدوم في النبوات هو ما يمثله أدوم. بيمثل إيه؟ أولا بيمثل احتقار عطايا الله. لماذا لي بكورية؟ أنا ماضي إلى الموت، فالذي يحتقر عطايا الله الغنية المقدمة له ويحتقرها أهو ده أدوم، وده اللي عمله عيسو. وده اللي عمله عيسو. أو معاداة غير مبررة لشعب الله. يعني أدوم في تاريخه لما بنقراه في أسفار موسى 5 أو بعد ذلك بنشوف أنه بيعادي شعب الله دون سبب. وأنا أعتقد أن هذه الروح العدائية موجودة حتى اليوم، ولذلك ليت من يشاهدنا أنه يتحذر من هذين الأمرين. إذا كان الله مدد إيده ليك برحمة غير محدودة، اوعى تقسي قلبك لتروح الفرصة منك. الحاجة الثانية، لا داعي أنك ترتكب حماقة الكراهية والإزراء بشعب الله. صعب عليك، مش عليك، ده على أي حد، صعب عليك أن ترفس مناخ. في بداية الأصحاح الرب ينادي الشعوب ليسمعوا. يسمعوا عن إيه؟ يسمعوا عن سخطه، يسمعوا عن غضبه، لأنه سبق ونادى، بس نادى بالنعمة والخلاص. يعني لما يقول التفتوا إلي واخلصوا يا جميع أقاصي الأرض، لما يقول تعالوا إلي جميع المتعبين وثقيل الأحمال وأنا أريحكم، لما يقول بولس نيابة عنه الله الآن يأمر جميع الناس في كل مكان أن يتوبوا متغاضيا عن أزمنة الجهل، تم رفض هذه الدعوات الخاصة بالنعمة والخلاص. فمن ثم لابد أن يسمعوا عن الغضب والسخط، سيكون غضبه مرعب وسخطه شديد. إن كان القسم الأول من نبوة أشعياء بيكلمنا عن دينونات وقضاء على شعب الله، القسم الثاني بيكلمنا عن دينونات وقضاء على الشعوب بعينها محددة، القسم الثالث بيكلمنا عن الدينونات والقضاء العام. وعلشان كده في عدد 2 من الأصحاح اللي قدامنا، لأن للرب سخطا على كل الأمم وحموا على كل جيشهم. وانتوا ليه قايمين بهذه الجيوش للمحاربة وناويين تحاربوا مين؟ هل حد يقدر يقف ضد الله؟ والحقيقة اللي بنقراه هنا في عدد 2 والآيات اللاحقة أقدر أشوفه أيضا في رؤية 19 من عدد 19، لما يقولوا رأيت الوحشة وملوك الأرض وأجنادهم مجتمعين ليصنعوا حربا مع الجالس على الفرس ومع جنده، فقبض على الوحش والنبي الكذاب معه الصانع قدامه الآيات التي بها أضل الذين قبلوا ثمة الوحش والذين سجدوا لصورته، وطرح الاثنان حيين إلى بحيرة النار المتقدة بالكبريت، والباقون اللي جرى لهم قتلوا بسيف الجالس على الفرس الخارج من فمه، وجميع الطيور شبعت من لحومهم. هو ده اللي احنا بنقرأ في أشعياء 34. الأخ الحبيب يوسف أشار إلى خطايا أدوم،
الممثلة بالكبرياء والشماتة عندما ضايق أخيه ضايق يعقوب، ويمكن نبوة عبادية واحدة من النبوات القصيرة جدا الصغيرة، لكن تصف لنا يعني بتفصيل دينونة الله على أدوم لأجل هذين السببين. هقرأ بس يعني آيتين، واحدة منهم بتتكلم عن عقاب الله لكبريائه والتانية لشماتته عندما جاء الكلداني وسبى شعب الله. بيقول في عبادية العدد الثاني: إني قد جعلتك صغيرا بين الأمم، أنت محتقر جدا، تكبر قلبك قد خدعك أيها الساكن في محاجئ الصخر، رفعة مقعده القائل في قلبه من يحضرني إلى الأرض، مين يقدر يجيب وشي الأرض، مين ينزلني، إن كنت ترتفع كالنسر وإن كان عشوك موضوعا بين النجوم فمن هناك أحضرك يقول الرب. لكن حاجة تانية عملها مع يعقوب لما كان واقف وبيظلم يعقوب أو يظلم شعب إسرائيل وقت السبي، بيقول في عدد 10: من أجل ظلمك لأخيك يعقوب يغشاك الخزي وتنقرض إلى الأبد، يوم وقفت مقابله يوم سبت الأعاجم قدرته ودخلت الغرباء أبوابه وألقوا قرعة على أورشليم، كنت أنت أيضا كواحد منهم. لأجل هذين السببين سيكون القضاء على أدوم أو روح أدوم التي تضايق شعب الله. كان لازم يجي أصح زي ده، كان لازم. لماذا؟ لأن الله بيحب البشر، لأن الله يريد أن يحذر البشر. فكلام واضح جدا. أنا هقتبس بس آيتين من هذا الفصل عشان نشوف قديه الأمر جد خطير وكلام ربنا ما فيهوش مبالغات. شوف على سبيل المثال عدد 2: لأن للرب سخطا على كل الأمم. وفي حاجتين هذكرهم يعني مرعبين. الشيء الأولاني لما يقول كده في عدد 4: يفنى كل جند السماوات وتلتف السماوات كدرج. والكلام ده يتكرر في إنجيل متى ويتكرر في سفر الرؤيا، مما يدل على أن مش بس الأرض هتتزلزل، لكن حتى جند السماوات، حتى الأبراج السماوية هتتأثر. هيعمل إيه الإنسان؟ هيعمل إيه الإنسان؟ الحاجة التانية بنقراها في عدد 10: ليلا ونهارا لا تنطفئ، إلى الأبد يصعد دخانها من دور إلى دور، تخرب إلى أبد الآبدين، لا يكون من يجتاز فيها. وأيضا هذا الكلام تقريبا جاء في الأناجيل وجاء في سفر الرؤيا. لماذا لا تتحذر يا عزيزي؟ الرب عندما يتكلم لا تكلم بمبالغات، لكنه لا يريد أن يهلكك، أنت الذي تهلك نفسك. كلامك فكرني بثنة الرب المقبولة ويوم انتقام لإلهنا، وفي عدد 8 بنشوف كده برضو: لأن للرب يوم انتقام. الانتقام هنا مش بغضة وأخذ بالثأر وانفعالات عصبية، ده الله منزه عن هذا، لكن احنا عارفين الله البار القدوس العادل الديان اللي لابد أن يقتص من الخطيئة. واحد ما استفادش من سنة عليه أنه يواجه هذا اليوم، يوم الانتقام. في الأعداد اللي قبلها 6 و7 نقرأ عن خراف وتيوث وكباش، ثم نقرأ في عدد 7 عن بقر وحشي وعجول وثيران. وأنا أعتقد أنه الموضوع مش موضوع ثيران وكباش وتيوث وعجول، لكن أعتقد أنه بيتكلم عن عامة الشعوب من ناحية والنبلاء والملوك والقضاة من الناحية الثانية. وأي حد وجه العداء ضد شعب الله وضد كلمة الله، سواء كان من عامة الناس أو من الشرفاء والقضاة في هذا الأرض، لابد أن يواجه الديمونة. عدد 16 كلام في غاية الأهمية لما يقول: فتشوا في سفر الرب وقرأوا، يعني اقرأوا أسفار الأنبياء إشعياء ودانيال وملاخي وغيرها، واحدة من هذه لا تفقد، لا يمكن أبدا أن تفقد شيء من هذه النبوات، لابد أن يتم الجميع، لأن الرب قال: لا يزول حرف أو نقطة من كلامه إلا ويكون الجميع. بيصور صورة لخراب أدوم عجيبة. يعني الأعداد اللي بدأت من عدد 9 مرورا بهذه الأعداد كلها بتكلم على خراب أدوم وخلو شوارعه والأنهار اللي هتكون تتحول إلى زفت ودائما مشتعلة، وفي السكان، فين السكان؟ فيقول لنا في عدد 15: هناك تحجز النكازة وتبيض وتفرخ وتربي تحت ظلها. النكازة دي نوع من الحيات السامة،
ده لقيت مكان لأن ما فيش إنسان، وباضت وربت كمان، يعني لقيت الراحة أن هي تجيب نسل ويكون عندها خليفة لأن ما فيش إنسان. ونوع تاني بيقول كمان وهناك تجتمع الشواهين بعضها ببعض. الشواهين ده اللي هي جمع شاهين، وده نوع من النسور التي تأتي لكي ما تقضي على الإنسان وعلى الجثث. عايز يقول حتى لو في واحد ميت الشواهين مش هتسيبه. للدرجات الرب قضى على أدوم ما سابلوش خلفة في الأرض، الرب سيقضي على كل عدو يضايق شعب الله. لأن للرب ذبيحة في بصرة وذبحا عظيما في أرض أدوم. عن هذا الأمر سنقرأ مرة ثانية عندما نصل إلى إشعياء 63، ونقرأ في سفر الرؤيا أيضا عن المعصرة، والمعصرة ديت بطول كل أرض إسرائيل 1600 غلوة، يعني كمية شيء رهيب، والدم إلى لجم الخيل. تخيل أن الدم يصل إلى لجم الخيل. هي دي المعصرة اللي مش هينجو منها أي حد، وده اللي بيشير إليه هنا، لأن للرب ذبيحة في بصرة وذبحا عظيما في أرض أدوم. وعشان كده يا بخت العاقل الذي ينتهز الفرصة فيتوب إلى الرب. ذبح المسيح ليشتري لله أبيه من كل أمة وقبيلة وشعب ولسان، ومؤكد اللي مش هيستفيد من ذبيحة المسيح هيكون هو نفسه الذبيحة، الرب نفسه اللي ذبح من أجلنا. بيقول جميع الذين لم يريدوا أن أملك عليهم هاتوهم واعملوا إيه؟ واذبحوهم قدام. عدد 17 بيتكلم عن حاجة مهمة بالارتباط بغضب الرب وسخطه، فيقول وهو قد ألقى لها قرعة ويده قسمتها لها بالخيط. هنا القرعة والقسمة بالارتباط بالغضب. على النقيض من ذلك نقرأ في مزمور 16 كلام في غاية الجمال: أنت نصيب قسمتي وكأسي، أنت قابض قرعتي، حبال وقعت لي في النعماء فالميراث حسن عندي. تاريخ أدوم يعني برضو في القضاء عليه في سفر الأعمال والعهد الجديد في صورتين بيقولون أديك مش بس أدوم كان ضد شعب الله، لكن كان ضد الله نفسه. يعني واحد زي هيرودس الذي أراد أن يقتل المسيح، ما دام النسل نسل أدوم، يعني مش بس في عداوة لشعب الله، ده في عداوة لابن الله ويستحق القضاء. لكن في أعمال 12، أعمال 12 الذي مد يده فقتل يعقوب، وبعدين سجن بطرس وكان ناوي علشان يقدمه، ولما جم قدامه وجلس على كرسيه كرسي العرش وخطب الخطاب الذي يعني أثار حفيظة أو أثار إعجاب المحيطين به، وقالوا هذا صوت إله لا صوت إنسان، لم يعطي المجد لله، عايز يسلب المجد من ربنا، ومات ميتة يعني ما سمعناش حد تاني في الكتاب اتقضى عليه بالشكل ده، إن الرب قضى عليه فكان يأكله الدود وهو حي إلى أن مات، عكس الناس كلها، الناس تموت يأكلها الدود، هو أكل الدود ومات. يعني صورة مصورة بطريقة بديعة لكيف سيقضي الله على أدوم. أول عدو وقف قدام شعب الله بعد خروجه من أرض مصر كان عمليق اللي هو أدوم، ويعوذني الوقت إن أخبرت عن هامان. تفرح البرية والأرض اليابسة، ويبتهج القفر ويزهر كالنرجس، يزهر إزهارا ويبتهج ابتهاجا ويرنم، يدفع إليه مجد لبنان، بهاء كرملة وشارون، هم يرون مجد الرب بهاء إلهنا. شددوا الأيادي المسترخية والركب المرتعشة ثبتوها، قولوا لخائف القلوب تشددوا لا تخافوا، هوذا إلهكم، الانتقام يأتي، جزاء الله هو يأتي ويخلصكم. حينئذ تتفقح عيون العمي وآذان الصم تتفتح، حينئذ يقفز الأعرج كالإيل ويترنم لسان الأخرس، لأنه قد انفجرت في البرية مياه وأنهار في القفر، ويصير السراب أجما والمعطشة ينابيع ماء. في مسكن الذئاب في مربضها دار للقصب والبردي، وتكون هناك سكة وطريق يقال لها الطريق المقدس،
لا يعبر فيها نجس بل هي له. من سلك في الطريق حتى الجهال لا يضل. لا يكون هناك أسد، وحش مفترس لا يصعد إليها، لا يوجد هناك، بل يسلك المفديون فيها، ومفدي الرب يرجعون ويأتون إلى صهيون بترنم وفرح أبدي على رؤوسهم، ابتهاج وفرح يدركانهم، ويهرب الحزن والتنهد. أصحاح 35 هو عكس أصحاح 34. 34 بيتكلم عن الدينونة على الأمم، وشفنا صورة رهيبة جدا من النار اللي ما تطفيش والزفت المشتعل والأبروج السماوية اللي هتفقد مساراتها. لكن في أصحاح 35 صورة مختلفة. أول كلمة: تفرح البرية والأرض اليابسة. لكن الرب مش مشغول بالبرية والأرض اليابسة قد مشغوليته بشعبه. نشوف في عدد 3: شددوا الأيادي المسترخية والركب المرتعشة ثبتوها. في الحقيقة أعتقد أن في كل زمن شعب الله بيعاني، يتألم، ظروفه مش حلوة، لأن زي ما بنسمع دلوقتي أن الشيطان ومن يتبع الشيطان يكرهون شعب الله لغير سبب. فماذا يفعل الشخص الذي يعاني يتألم؟ ماذا يفعل اللي إيديه ارتخت واللي ركبه ارتعشت؟ ماذا يفعل؟ قولوا لخائف القلوب ماذا تقولون له لكي تشددوا؟ تشددوا، لا تخافوا، هو ذا إلهكم، الانتقام يأتي، جزاء الله هو يأتي ويخلصكم. وإحنا أعتقد ما فيش حاجة تشدد أيدينا وترجعنا تاني للسجود والانحناء في محضره قد الخبر السعيد اللي ممكن نقوله أحدنا للآخر، إن الرب قرب يجي. كانت تحية المؤمنين الأوائل في الكنيسة الأولى ماران آثا، إيه معناها الكلمة ديت؟ الرب جاي. طب وكل ما نشوفك نقول لك الرب جاي، أجمل كلمة تشجع المؤمن الرب جاي. وكل ما أشوف المؤمن أقول له الرب جاي، وأعتقد أن بذلك أشدد أياديه وأشدد ركابه أيضا. الأيادي تكلمنا عن الخدمة، وحلو أن احنا نعمل خدمة الرب بنشاط. اللي إيديه مرترخية علينا أننا نشدده. الركب تكلمنا عن الثلا، وعلينا أننا نطلب الرب في كل وقت وفي كل خدمة بنقوم بها. عبر آلاف السنين والخليقة المادية تعاني منذ أن سقط آدم الرأس الأول، وبنشوف في تكوين 3 القصاص الإلهي لما بيقوله ملعون الأرض بسببك، شوكا وحسكا تنبت لك، ومن الوقت ده الخليقة كلها تعاني. لكن هيجي الوقت اللي فيه تعتق الخليقة من عبودية الفساد إلى حرية مجد أولاد الله، ويتبدد الحال تماما من الشوك والحسك إلى الكلام الجميل في بداية الأصحاح: تفرح البرية والأرض اليابسة، ويبتهج القفر ويزهره كالنرجس. شوف قوة الكلمات، يظهر إزهارا ويبتهج ابتهاجا ويرنم، هيتم الكلام ده مستقبلا بنعمة الرب. الأصحاح الجميل ده اللي بيشوف فيه صباح يوم الرب، الدائرة السعادة في زمن ملك المسيح السعيد، يقول نقدر نشوف فيه كمان 3 أفكار رئيسية في هذا الأصحاح. من عدد 1 لعدد 4 أشوف فيه خيرات الظهر الآتي. من عدد 5 لعدد 7 أشوف فيه قوات الظهر الآتي. من عدد 8 لعدد 11 أشوف فيه طرقات الظهر الآتي. خيرات الظهر الآتي يعني خيرات الأرض عندما يسود المسيح، يعني البرية تتحول لإيه، والشكل الأرض هيبقى إيه، وفي حالة من الإزهار والثمر المتكاثر اللي بيسميه الكتاب عتق الخليقة. عتق الخليقة عندما يأتي ابن الله في ملء الأزمنة. وبعدين في قوات الظهر الآتي. قوات الظهر الآتي قال لنا شوية حاجات هتحصل من عدد 5، يقول لنا حينئذ تتفقح عيون العمي وأذان الصم تنفتح، حينئذ يقفز الأعراج كالإيل ويترنم لسان الأخرس. في 4 عينات لإعاقات، لكن كل الإعاقات ستختفي عندما يسود المسيح. عايز أخدهم حرفيا، المسيح عمل كده لما جه على الأرض، يا ما فتح عيون، ويا ما فتح أذان الصم، ويا ما كان في ناس خرس نطقوا،
الرب وياما شفى مقعد، الرب عمل كده كان يعبر عن مجيئه باعتباره المسيح، فكانت واحدة من علامات وصول المسيح إلى الأرض أنه تمم هذه المعجزات، اسمها قوات الدهر الآتي، لكن ستتم بصورة كاملة عندما يسود المسيح. وخلينا أقول عندما يدخل المسيح إلى القلب وإلى الحياة، كل هذه العاهات الروحية أيضا تختفي، ويبتدأ تتفقع عيون العمي، لأن أول إشارة لدخول الخطية في الأرض كانت مرتبطة بالعين، لما رأت المرأة أن الشجرة جيدة للأكل، والكتاب يقول انفتحت عيونهما وعلم أنهما عريانان، لكن كل هذا سيختفي عندما يسود المسيح. وبعد كده الفكرة الثالثة من عدد 8 إلى 11، طرقات الدهر الآتي، مش بس خيرات الدهر الآتي ولا قوات الدهر الآتي، في طرقات للدهر الآتي. إيه الطرقات؟ بيوصفها لينا لما بيقول وطريق يقال لها الطريق المقدسة. إيه الطريق المقدسة؟ التي سيسلك فيها الشعب وتسلك فيها الشعوب لكيما تذهب لكيما تعبد الرب. هيروحوا إلى مكان وجود الرب، إلى العاصمة، هيروحوا إلى المكان الذي يلتقي فيه الرب مع شعبه. في طرقات ستكون طرقات مقدسة، أو زي ما بنسمع في مزمور 84، طرق بيتك في قلوبهم. التقط الخيط من كلامك يا أخونا عياد، وأقول إن زي ما تفضلت حضرتك وأشرت إن 34 من إشعياء يكلمنا عن مساء يوم الرب، هنا يكلمنا عن صباح يوم الرب. وفي الكتاب دايما كده، كان مساء وكان صباح يوما واحد. ونلاحظ، وده شيء رائع، إن الله يبتدي بالمساء ويختم بالصباح. أمال الناس بتبتدي بإيه؟ بتبتدي بالمساء وتختم بالمساء. يعني لما نشوف يوم الإنسان يبتدي الساعة 12 بالليل عز الظلمة، طب وينتهي إمتى؟ 12 بالليل برضو عز الظلمة. يعني طريق البشر يبدأ بليل ويختم أيضا بليل، بينما الكتاب المقدس بيعلمنا أن طريق الصديقين حتى وإن بدأ بالليل فإنه يختم بالنهار، عند المساء يبيت البكاء وفي الصباح طرن. دايما مقاصد الله هي النور والفرح والبهجة، فتأكيد لكلام حضرتك السفر اللي قدامنا، احنا دلوقتي في نهاية القسم الثالث، القسم الأول من 1 ل 12، رغم انه بيتكلم عن الليل والدينونات على الشعب يختم بالترنم. القسم الثاني من 13 ل 27، رغم انه بيتكلم عن القضاء على الأمم لكن يختم برضو بالأغنية والفرح والترنم. القسم الثالث اللي قدامنا رغم انه بيتكلم عن قضاء عام وبنشوف فيه تكرار لكلمة ويل بدل المرة 6 مرات، لكن يختم بالأفراح والبهجة، عشان الله عايز يقول لنا ان مقاصده هي في الأول وفي الأخير الفرح والبهجة والبر والسلام. عدد 4 نقدر نشوف فيه من الجانب الروحي كلام مشجع جدا للمؤمنين عبر قضى العصور، تشددوا لا تخافوا، هو ذا إلهكم، هو يأتي ويخلصكم. يمكن في مؤمنين بيشاهدونا في ظروف صعبة ومعاناة شديدة، والدنيا بالنسبة لهم ضاقت جدا وبقت زي خرم إبرة. أتمنى أن هذه الأقوال تحمل تشجيعا لهم. دي بتفكرنا بالموقف الجميل في متى 14، لما كان التلاميذ في السفينة في وسط البحر والسفينة كانت معذبة من الأموات. يقول الكتاب جاء إليهم يسوع نفسه ماشيا على البحر، ولما جه شجعهم وقال لا تخافوا، لكن كان عنده كمان الإنقاذ والطمأنينة. عدد 8 كلام مشجع جدا لما بيقول وتكون هناك سكة وطريق يقال لها الطريق المقدسة، أو زي ما جت في ترجمة الحياة طريق القداسة، سكة القداسة. سكة القداسة مش هيمشي فيها إلا المقدسين، وبعدين يقول لنا لا يعبر فيها نجس، النجسين لا يعبرون في هذا الطريق. تخيل طريق كلها قداسة ومن يسلك فيها مقدسا، ما يمشيش فيها واحد نجس. ولأن ما يمشيش فيها واحد نجس يقول لنا الجاهل من سلك في الطريق حتى الجهال لا يضل، بركات هذا الطريق لمن يسلك فيه حتى من الجهال. بس يلفت نظرنا في عدد 9، لا يكون هناك أسد، وحش مفترس لا يصعد إليها، لا يوجد هناك بل يسلك المفديون فيها. لأن ما فيهاش نجس، بيمشي فيها المقدسين بس، بيمشي فيها الحكماء بس، الأمناء بس، فما فيهاش أسد. هو الأسد راح فين؟ الأسد ربنا بيبعته للملخبطين، الأسد ربنا بيبعته قضاء على النجسين. وكانوا عايز يقول لأن ما فيش يعني داعي لأي قضاء في الوقت ده، فالسكة بيمشي فيها المقدسين. الدرس العملي ليا، سكة القداسة تحمينا من الأسد،
تحمينا من التأديب، تحمينا من المضايقين. عايز تعيش حياتك هذه، امشي في سكة القداسة. سكة القداسة تخلي الله في صفك. إن أرضت الرب طرق إنسان جعل أعداؤه يسالمونه. البعض شاف في هذه الطريق المقدسة صورة للرب يسوع المسيح، وجاب لنا في من هذه الأعداد 5 صفات لهذا الطريق أو لهذه الطريق، فبيقول كده إنها طريق مقدسة، حضرتك تفضلت وأشرت إلى ذلك، لكنها أيضا طريق مسهلة. بيقول كده: من سلك في الطريق حتى الجهال لا يضل، وهي طريق مؤمنة، لا يكون هناك أسد وحش مفترس لا يصعد إليها. نمر 4، هي طريق مؤكدة، لما تمشي أكيد حتوصل. وأخيرا هي طريق مبهجة، لما يقول لنا: فرح أبدي على رؤوسهم. إذا كنا نعرف من نور العهد الجديد أن المسيح قال عن نفسه: أنا هو الطريق والحق والحياة، فما أسعدنا أنه كما قبلتم المسيح يسوع الرب اسلكوا فيه، قبلناه لما أمنا، نسلك في كل الحياة إلى أن نتقابل معه على السحاب. جميل ختام هذا الأصحاح لما يقول: يهرب الحزن والتنهد. عانوا قدر ما عانوا وحزنوا كتير قوي في السنين بتاعة الضيق، لكن بمجرد ما تشرق شمس البر والشفاء في أجنحتها يتبدل الحال عندما يمسح الله الدموع من كل الوجوه. وأعتقد ده إشارة كمان بنشوف فيه لما سيكون في الحالة الأبدية الجميلة، مش هيكون فيه وجود إطلاقا للحزن والوجع والصراخ. في بداية تدبير النعمة الحالي كان فيه قوات، وشفنا الأعرج عند باب الهيكل وهو بيقفز كالأيل ويطفر فرحا. بس الكتاب يثملنا هذه القوات اللي كانت في بداية تدبير النعمة الحالي، قوات الدهر القادس. بيقول عنها كده فين؟ في عبرانيين 6، لما بيتكلم عن المرتدين من اليهود اللي استنيروا مرة وذاقوا كلمة الله الصالحة وقوات الدهر القادس. فهذه القوات هي القوات اللي هتكون في أزمنة ملك المسيح. لكن عجبني في هذا الأصحاح اللي لو حد قال لي لخصه لنا في كلمة تكون هذه الكلمة هي الفرح، لأنه بيبدأ بالفرح وبيختم بالفرح. بيقول لنا تفرح البرية. البرية طول عمرنا عارفين إنها مكان الحزن والدموع والتدريبات الشاقة، لكن أخيرا يأتي الفرح. مش للحقول، لو قال لي تفرح الحقول هبقى أنا يعني قادر أستطعم الكلمة، لكن دي البرية تفرح. الأرض اليابثة تبتهج، وزي ما بدأ الأصحاح بالفرح يختم أيضا بالفرح. ومفدي الرب يرجعون ويأتون إلى صهيون بترنم وفرح أبدي على رؤوسها. حضرتك أشرت إلى التعبير الكتابي قوات الدهر الآتي، والتعبير ده جاء في رسالة العبرانيين، ولما كان بيوصف ما كان يحدث على الأرض وقتما كان المسيح بالجسد لما عمل هذه القوات، وما اختبره الذين آمنوا بالمسيح والذين دخلوا إلى داخل دائرة الاعتراف المسيح. لكن ما قالكش إن ده التتميم النهائي قوات هذا الدهر، لأن هذا الدهر هينتهي، اسمه الدهر الحاضر أو العالم الحاضر. لكن لما يقول قوات الدهر الآتي، يعني هناك اكتمال كامل وظهور كامل لقوات في دهر آتي يسمى قوات الدهر الآتي الذي لم يبدأ بعد. فواضح أنه بيشير إلى حاجة مستقبلية، يعني في عالم قديم وعالم حاضر والدهر الآتي العالم العتيق. عودة للآية 7: ويصير السراب أجما والمعطشة ينابيع مياه. وعايز أقول ما أكثر السراب في هذا العالم، دنيا السراب. إيه السراب ده؟ واحد عطشان وبعدين شاف مية، شافها أكيد مية، وبعدين راح لها، وبعدين بعد ما وصل اكتشف انها لا مية ولا حاجة، اتضحك عليه، احباط. اللي يمشي المشوار ده وهو عطشان وبعدين يوصل يصاب احباط، ما بعده احباط. واعتقد هذا هو العالم الذي نحن نعيش فيه. قال احدهم: ليست المأساة ان ما تشتهيه لا يمكنك منه العالم ولا يعطيك اياه، بل المأساة حقا انه بعد ما يديلك اللي انت تمنيته تكتشف أنه لم يسبب لك أي سعادة على الإطلاق. هذا معناه أن العالم مليان بالسراب وما فيش حاجة حقيقية أبدا، كلها وهم يزول، إنما أنت الحقيقة.
حضرتك أشرت يا أخ أسامة إلى الفرح وديت هذا الأصاع عنوان الفرح. الفرح دائما قرين سيادة الرب. لما الرب عبر عن إرساليته في مجمع النصيرة قال لأعزي كل النائحين، سيستحضر الفرح لكل قلب يقبله وكل أمة تقبله، لكن هذه الأمة أيضا ستتمتع بالفرح الدائم. صورة جميلة من صورة الفرح الدائم الذي لا ينقطع. هم كان عندهم أفراح فأعياد والأعياد توقفت، لكن سيكون هناك فرح دائم بهذه العبارة لما بيقول ويأتون إلى صهيون بترنم، وهم رايحين بيرنموا. طب ماشي، ده الترنم. يقول وفرح أبدي على رؤوسهم، يستقر الفرح على رؤوسهم، يقول عنه فرح أبدي يعني فرح دائم. وبعد كده يقول بعد كده ابتهاج وفرح يدركانهم، يعني بداية الطريق وعلى رؤوسهم وجاي وراهم فرح مستمر. ليه؟ الأوضاع اتظبطت والرب أخذ مكانه في وسطيهم وهم رجعوا بتوبة قلبية ليه. ده الوضع المثالي عندما ترجع الأمة للرب ويرجع القلب للرب، الفرح يكون فرح دائم. شوية تعبيرات في كلمة الله: أزمنة رد كل شيء، أوقات الفرج، عتق الخليقة. هذه الأسماء علينا أنها ما تعديش علينا مرور الكرام، لكن نفهم ماذا تعني في مستقبل الأيام. العهد القديم كله بأسفاره برموزه بظلاله ونبواته إنما يتكلم عن شخص المسيح، فشهادة يسوع هي روح النبوة. أدعوك للمشاركة في دراستنا في أسفار العهد القديم.